رودريغ عقل ويا اللي عم يطلع بالطابة مع داريان. مازن منيمنة، مازن بجرب يهرب باتجاه السلة ذكية من المنيمنة ما بسجل، انما الريباوند لمين؟ الريباوند لداريان تاونز. عم يسيطر على الريباوند داريان تاونز، عنده 8 نقاط وعنده 7 ريباوند لحد الوقت مع الحسين زكريا لعمر الصاطي. ترجع لزكريا لحسين جيرمي واخطر لاعبين والشوتر الاساسي بالفريق، وشوفوا ملا تمريره، شوفوا روعه الباسكت بول، تمريرته لكريس دانييلز لعمر الصاطي شو كانت حلوه. عامر مسجل بمرحلة الاولى، لكن بمرحله ثانيه عم يسجل. الجمهور السوري فرح بصاله مكتوم بن محمد ال مكتوم، المخرج عم يعد لنا سله الصاطي، لكن ما تشوف تمريره كريس دانييلز لعامر شو كانت حلوه. لاعب الارتكاز بالنادي الرياضي ونادي الحكمه السابق كريس دانييلز عم يكون موجود بطريقه رائعه كان بتمريرته، بس الموجة عم يرد بشكل سريع بقول لهم ما تفرحوا كثير، ما تنبسطوا كثير بالتقدم الكبير، لانه الفارق عم يرجع ينزل لنقطه مع سلته لباس الموجي. بلال طبارة عم يتحضر لدخول الى ارض الملعب مره جديده. كريس دانييل، زكريا لحسين، جيرمي كويستر بياخذ 3 ما بيسجل جيرمي. مازن منيمني يعني اكيد اوبن كورت جيم رح تشوفه اليوم بكثير من المحلات. رياضي ما عنده شيء يخسره، الوثبه عنده كل شيء يحطه على ارض الملعب، وعم بجرب قد ما فيه يسرع ايقاع اللاعب قد ما فيه يعتمد على الفاست بريك. زون ديفنس مره جديده، باسل بوجي بقرر يخترق الزون وبيقدر يسجل سله جديده. برافو يا باسل، حلو كثير التقدم مره جديده للنادي الرياضي بسلته لباسل بوجي. الرياضي فريق اذا مزاجه حلو، اذا المود تبعه حلو، بيقدر يتغلب على اي فريق صدقوني، مش بس بالعالم العربي ايضا باسيا. والرياضي اللي خسر نهائي بطوله الانديه الاسيويه، انتشنال فاول المفروض هيدي تكون. جيرمي كويستر يلي كان عم يرتكب الخطا تيوقف انطلاقه رودريغ عقل. خروج مازن من ارض الملعب ودخول بلال طبارة ليكون الى جانب الحلو باسل وجيرمي. او داريان جيرمي كويستر اكيد بالجهه المقابله، لا يزال على ارض الملعب من ناحيه الفريق السوري، لكن دخول كريس دانييلز راح يغير اكيد من شكل الفريق. كريس اصبح موجود ايضا على ارض الملعب مع عامر الصاطي. من برا المحاوله ما بتنجح لزكريا الحسين، مرة جديدة محاولة للانطلاق مع اشرف الابرش رقم 16 اللي دخل الى ارض الملعب مكانه لجيرمي كويسنارد. اشرف الابرش، كريس دانييلز هيدا هو بالرقم 44 البيك جاي يلي بتعرفوه كثير منيح بكرة السلة اللبنانية بالوان الحكمة بالوان الرياضي. كريس دانييلز له صولات وجولات بالليج اللبناني. داريان تاونز على البنش، رودريغ عال هايك ايضا دخل بعد خروج داريان. 4-5 رح يكونوا باسل وهايك مع باسل تحت السلة بايده الشمال. حلو يا باسل، هشام عم يسارع على ريباوند. برافو يا هشام الحلو، برافو الروح الايطالية عند هشام الحلو بمواجهة عمر الايوبي. بلش يتوتر عمر الايوبي، يعني مشهد بانه غريب، عمر الايوبي بسرعة بيتوتر. 3 دقائق مروا على انطلاق الكوارتر الثاني. الرياضي عم يتقدم بفارق نقطة، بوزيشن رح تكون مع الوثبة بعد الصراع اللي شفناه بين عمر الأيوبي وهشام الحلو مع الأبرش منه لعند زكريا. زكريا لحسين بياخد الشوطة من برا ما بيسجل، بس البوجي رودريغ عقل. يلا يا رودريغ، ريتم المباراة منه سريع، رودريغ بيقدر يسرعه بأي لحظة، أكيد دخول وقت رح يسرعه أكثر وأكثر مع البداية الجيدة أكيد يلي عاملها ميغيل مارتينيز. ممكن نرجع نشوفه على أرض الملعب أيضا، ميد رينج شوت من رودريغ عقل ما بيسجلها، ولا انطلاقة بالجهة المقابلة من زكريا الحسين بياخذ نفس الشوطة من نفس المسافة، لكن أيضا ما بيسجل زكريا. رودريغ مع هشام الحلو بياخذ المحاولة ما بيسجل هشام. عامر الصاطي، عمر الايوبي،
رياضي 2 3 ديفنس ما عم يغير بطريقته الدفاعيه. الرياضي بوقت يلي الابرش بحاول يدخل بحطها عند الساطي. حلو كثير حلو كثير محاولته لعامر الساطي عم تعطي التقدم للوثبه. رودريغ لباسل بيعمل فيك حلو بلاقي سبيس لنفسه لكن ما بيسجل. بس البوجي ريباوند كاد للايوبي مره جديده. اشرف الابرش تحت السله. كريس دانييلز عم يتعرض للخطا. خمس دقائق ونص خمس دقائق و35 ثانيه متبقيين تحديدا. بذكر انه المجموعه الثانيه بتصدرها النجم الراتسي التونسي ومباراة واحدة فقط ضمن المجموعة الثانية رح تلعب بين بيروت ومايتي سبورتس الفلبيني. في حال فاز مايتي سبورتس رح يكون بالصدارة بثمانية نقاط أمام النجم الراتسي، أما في حال فاز بيروت فرح يصير عنده ست نقاط ويكون بالمركز الثاني وياخذ المركز الثاني من مايتي سبورتس. يعني أيضا بدنا نطلع على فارق المواجهات في حالة تساوي بالنقاط. كريس دانييلز بينجح بالمحاولتين على الفري ثرو لاين والوثبة وجمهوره فرحين بالتقدم بفارق ثلاث نقاط بالوقت الحالي. رودريك بيطلع، ميغيل بيرجع إلى أرض الملعب مع هشام الحلو. هشام لبرا لعند الطباره، الموف حلو من الطباره والميدرين شوت. باسل بوجي ريباوند الريباوند الريباوند يا شباب. باسل باسل بصراعه على الريباوند، بتبقى لبنانيه بتبقى مع بلال. ميغيل 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 مارتينيز بشوط جديدة ما بيسجل. ميغيل حلو كتير يا بلال، حلو كتير يا بلال. الموف اللي عمله بلال طفارة كان مميز جدا. فارق عم ينزل لنقطة، شوفوا سبين موف يلي عمله بلال طفارة، حلو كتير من بلال. عمر الأيوبي عم يدافع عليه هشام الحلو مثل خياله عم بيكون، ما بده يخليه ياخذ شوطاته من برا. بالوقت يلي كريس دانييلز عم بيحاول يستفيد تحت السلة من غياب بيج جاي آخر وعم بيسجل. اند وان لكريس دانييلز بيست الوحش كريس دانييلز. وقيف تحت السله، شوفوا بين اطول لاعبين بالرياضه بالوقت الحالي على ارض الملعب. عم بحكي عن باسل وعن هايك، قدر يطلع قدر يسجل كثير اجريسيف عم بيكون تحت السله كريس دانييلز. اخذ الخطا بالتاكيد من هايك يوكشيان. كريس عم بيسجل رميته على الحره. ثلاث نقاط رح يبقى الفارق اذا مع ميغيل. لا هايك بياخذ الاتمب من برا ما بسجل هايك لكنه اخذ الاوفنسيف ريباوند. حاول يطلع السله عم يتعرض لستيل هايك يوكشيان وصافره جديده. والبوزيشن راح تكون سوريه، دخول مارسيلو كوريا ودخول انس شعبان نمبر 4. لاعب سريع جدا مكان الابرش وعمر الايوبي. اكيد انس هو اللي رح يصير عم يطلع الطابه بتشكيلته للمدرب عزام الحسين. انس انس شعبان على البوزيشن 1. كريس دانييلز بياخذ محاوله مسافه متوسطه ما بينجح فيها. هايك اخذ الديفنسيف ريباوند هايك يوكشيان. اكثر واحد عنده ريباوند لحد هلا بالرياضي هو بلال بخمسه. مع هايك لبلال من جديد، بلال طباره. هايك شو ممكن يعمل مواجهه كوريا؟ بلال طباره بجرب يلاقي هايك يوكشيان بالانسايد جيم، مقطوعه بشكل سريع وايضا الانطلاقه من الفريق السوري عامر الساطي. عم بياخذ الشوطه من برا لمارسيلو، ايضا زكريا الحسين. مارسيلو كوريا مارسيلو عم ينجح بمحاولته. مارسيلو فرصه جديده للرياضه لتقليص الفارق او لمعادله الارقام مع ميغيل يلي بجرب يدخل. ميغيل ما في اوفنسيف فاول. هايك عن 3 بوينتس ما بيسجل وفي خطا هون، في خطا هون من مارسيلو كوريا على هشام الحلو. كمل المباراة حسن حاجي محمد ريان وزيد يوسف. الإعادة مرة جديدة، برافو لهشام الحلو الشامب يلي حاول من خلاله ياخذ الريباوند. الخطأ الثاني على مارسيلو كوريا، من المهم انه يفوت مارسيلو كوريا بالفاول ترابل بهالمباراة. هشام بيسجل هشام وأيضا نقطة جديدة لهشام الحلو. سبعة وعشرين ستة وعشرين زكريا الحسين عامر الساطي. أنس أنس بقرر يدخل على البيز لاين
لبرا لعند زكريا، زكريا لمين لعند الصادي ستيل، ستيل وين ستيل؟ برافو ستيل من ميغال وهشام الحلو، ميغال لباسل وباسل بيطلع بالايزي لاي اب. حلو كثير اللعبه من النادي الرياضي، رائع جدا اللي عمله النادي الرياضي على ارض الملعب. شو تايم هون نجحوا يقدروا يعملوا ستيل على عامر الصاطي. هشام الحلو عم يعمل شغل كبير على ارض الملعب، برافو يا هشام. ميغال بينطلق بسرعه الذهب بسرعه الصاروخ، والبلايند باس، البلايند باس لباس البوجي اللي ما ضيع ابدا، طلع وحط نقطه السادسه. الرياضي عم يتقدم من جديد بفارق نقطه، وتايم اوت للمدرب عزام الحسين. دقائق متبقيين على نهايه الكوارتر الثاني، الرياضي عاد ليتقدم بهالمباراه ودائما بفارق نقطه مع كريستانيز عامر الصادي انس شعبان. كريس مره جديده بالايد سايد جيم، مارسيلو كورنيا عم ياخذ خطا من هايك يونغ جان، خطا الثاني على هايك بالمباراه. مارسيلو المحاولة الأولى عم ينجح فيها مارسيلو كوريا، هيدي أول نقطة لمارسيلو بالمباراة، إنه بأفضل أيامه وبأفضل حالاته مارسيلو كوريا. أيضا النقطة الثانية عم ينجح فيها اللاعب السوري، والتقدم نقطة لفريقه بالوقت الحالي. ميغال داريان تاونز رح يرجع على أرض الملعب مع دخول مارسيلو وكريس دانييل سوا من الناحيه السوريه. هايك بياخذ الاتمت من مسافه كثير بعيده، من مسافه كثير بعيده يا هايك، شو حلوه هيدي من المناره مباشره الى سله الوقفه بدبي، حلو كثير يا هايك. احمد فران على طريقته عم يتفاعل مع السله من الوقت اللي هشام الحلو وستيل جديد بلال طفاره بيطلع على السله بالايزي لاي اب، ايزي 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 باسكت كانت يا بلال، حرام عليك، دعانة يا بلال يا طفاره هي هيدي السلة. الرياضي متقدم بفارق نقطتين، كان بيكون متقدم بفارق أربعة، ما بعرف إذا بلال كان عنده خوف من البلوك. أيضا هون كوريا منه موفق أبدا اليوم مارسيلو. ميغال بإيده الشمال بجرب يدخل من جديد، ميغال بإيده الشمال عم بجرب يدخل على البيز لاين بكبها لبرا، والمحاولة من الطبارة، بلال طبارة عم بيعود الطابة يلي ضيعها الطابة السهلة بالمحاولة الصعبة. بعيدة بعيدة بلال طفارة عم سجل 3 بوينتس، والرياضي عم يبعد بفارق 5 نقاط بالوقت الحالي. عامر الصادي تحت السلة، عامر عم يسجل. عامر الصادي أفضل لاعبي الفريق السوري، عامر الصادي أول لاعب يعمل دبل فيجرز بالمباراة بعشر نقاط. عامر الصادي محاولة جديدة لبلال طفارة ما بينجح فيها، 10 نقاط واربع ريباوندز. يا عامر انس شعبان كريس دانييل كثير ديفنس عم بيكون من باسل بوجي على كريس دانييلز، لكن كان في تيرن اوفر هون على الفريق السوري. باسل بوجي مره جديد على البنش، الدقيقة الأخيرة رح يكمل بهشام الحلو، ميغال مارتينيز، بلال طبارة، هايك وداريان تاونز المدرب احمد فران. 3 نقاط هو الفارق بالوقت الحالي. بلال طبارة
هايك بياخذ الاتامب من برا ما بيسجل هايك ريباوند الريباوند برافو هشام برافو هشام الفايتنج سبيريت يلي موجوده عند هشام الحلو كثير حبيبها انا بحب هيك شوف اللاعبين على ارض الملعب عم يقتلوا حالهم على الطابه مع بلال طفارة بالاوبن شوت بلال طفارة ولا بلال طفارة از اون فاير في ثلاثيته الثالثة بالمباراة طبارة يا طبارة رائع جدا اللي عمله بلال طبارة قدر ياخذ الشوطة هو مرتاح وما ضيع ابدا بلال طبارة انس عمرت الجهة المقابلة انس شعبان بثلاث دقائق ايضا لكن ما بيأثر ما بيأثر لانه فريقنا متقدم بفارق سلة هايك الشوطة الأخيرة رح تكون معك أربع ثواني ثلاث ثواني بياخذ الشوطة هايك ما بيسجل هشام هشام حاول يتابع على السلة والكوارتر الثاني عم ينتهي مع المرة الفارق للفريق اللبناني يلي قدر يسجل 18 نقطة مقابل 15 للفريق السوري ويتقدم بفارق سلة 36-34 مشاهدي ام تي في ما تروحوا لبعيد فاصل اعلان سريع ومن بعدها بنعود الى متابعة المباراة المثيرة مصال مكتوم بن محمد ال مكتوم بدبي بين الرياضي والوثبة السوري ودائما بالمجموعة الأولى من دور دبي الدولية 31